لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا سبق بيانه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية تضمنت بيان أن المؤمنين يحبون الله حبا عظيما، وعلامة ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان يحب الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأساس الإيمان وأساس العبودية حب الله عز وجل، ولقد جعل الله سبحانه وتعالى واجب هذا الحب الاتباع، فأمر به أمرا جازما لازما: فاتبعوني يحببكم الله. فجعل وجوب اتباعه فرضا على كل من أحب الله. ولذا كذب من ادعى محبة الله ثم هو يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يتبعه ويقدم عليه على سنته آراء الرجال، سواء كانت في أمور الاعتقادات كعلم الكلام، أو في أمور العبادات والمعاملات في باب العمل كآراء الرجال والتقليد الأعمى بعد وضوح السنة، أو في مجال أعمال القلوب في مجال الإحسان كمن يقدم مقامات الصوفية المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وألغازهم الغريبة التي يصعب فهمها فتحتمل وجوها. فالواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب. فهذا شأن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة الاتباع، أن تكون في مقامات الدين كلها في الإسلام والإيمان والإحسان، باحثا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، محكما له في كل موارد النزاع. ثم جعل سبحانه وتعالى ثمرة هذا الحب فهذه المتابعة أمرا هو الذي يطلبه أهل الإيمان دائما، وهو أن يحبهم الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وذلك أن المؤمن على كل محبته لله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النفس لأمارة بالسوء، يقع منه الذنب الفينة بعد الفينة والحين بعد الحين. فالله إذا يعني يغفر له ذلك إذا صدق في حبه لله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشأن يا عبد الله أن تكون محبوبا، ليس فقط أن تكون محبا. قال الحسن في هذه الآية: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هنا تأخر أكثر المدعين ولم يثبت إلا المحبون الصادقون الذين
التزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه في الحقيقة، هذه المسألة في الحقيقة امتحان المحبة الصادقة من المدعات الكاذبة، وهذا يظهر في الظاهر والباطن، ويظهر في العقيدة والعمل والسلوك، ويظهر في مسائل الأفراد ومسائل الجماعات والأمم والدول. وهذا الأمر لا يصلح فيه مجرد الانتساب إلى السنة، بل لا بد أن يكون الإنسان مطبقا في حياته كلها لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقال: ومن يطيق ذلك؟ قلنا: إذا حقق الأصل، فإذا وقعت الهفوات فإن الله يغفر هذه الذنوب، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هو الآية السابقة وهذه الآية تدلان على الاتباع جملة في الأقوال وفي الأفعال، المحافظة على السنة أيا ما كانت من الواجبات والمستحبات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال هذا سبحانه وتعالى في سياق غزوة الأحزاب، حين حصل كثير من الخوف والزلزلة والاضطراب، ونجم النفاق وظهر، وتحدث المنافقون بما في قلوبهم، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فكانت غزوة الأحزاب زلزلة شديدة ومحنة عظيمة، كمثل الشجرة التي فيها أوراق جافة فتهتز لأي زلزلة أو شيء أو من يهزها، فتسقط الأوراق اليابسة وتبقى الأوراق المتصلة حية بالشجرة. فهذه شجرة الوحي المنزل، لا يزال أهل الإيمان متصلين به بقوة، لا يزالون ملتزمين به يحيون به، وإلا فمن ترك الالتزام بالوحي يحصل له موت قلب، كما يحصل الأوراق اليابسة في الشجرة التي لا تصل إليها عصارات الحياة التي تكون في الشجرة. فلذا تتساقط أوراق شديدة عند المحن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط هذه الزلزلة الشديدة، ثابتا لا يهاب العدو، متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى تمام التضرع، يبشر أصحابه ويخبرهم بأنهم سوف يملكون يعني قصور كسرى وقيصر، وأنهم سيملكون كنوزهما وستنفق كنوزهما في سبيل الله، والمسلمون في شدة الحصار. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ثبته الله، فثبت وثبت به أصحابه من شدة الثبات. هذا سبب نزول الآية. إلا أن الآية عامة في كل الأمور. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يزل الصحابة يحتجون بها على كل الأمور. قال ابن عباس رضي الله عنه: تحريم الرجل امرأته يمين يكفرها، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والقدوة والأسوة أساس التربية،
فمن ينظرون في كيفية تربية النشأ بل والرجال والنساء تربية الكبار يعرفون أهمية الأسوة والقدوة، وأن أحسن القدوة وأفضل الأسوة هي في الأنبياء، وأفضل الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله حفظ سنته وأسوته فنقل لنا أصحابه وعنهم التابعون ثم تابعوهم ثم أئمة الحديث والعلم تفاصيل كل أقواله وأفعاله في جميع أمور الحياة، فلذا صارت السنة محفوظة وصارت الأسوة باقية. فلا تردد عند مسلم إذا سئل من قدوتك، من مثلك الأعلى، من أسوتك، أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له أسوة كاملة إلا في الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن دونه يخطئ ويصيب ويطيع ويعصي، فلذلك لا يتأسى به في كل أحواله، وإنما الذي يتأسى به في كل شيء في أقواله وأعماله وأحواله وأخلاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعله أسوته؟ من كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا الموضع من مواضيع القرآن يبين أن أعظم ما يطلب هو رجاء الله وإرادة وجهه سبحانه وتعالى، ثم إرادة اليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ورجاء الله رجاء قربه وحبه وسماع كلامه، ورجاء النظر إليه، رجاء النصيب الأعظم للمؤمن من ربه سبحانه وتعالى. وليس كما يظن البعض أن الجنة هي النعيم الحسي فقط. هنا ذكر سبحانه العطف، قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهناك رجاء اليوم الآخر، وجعله الله قسيما أو قسما آخر، يعني غير رجاء الله، والعطف يقتضي المغايرة، إلا أنهما متلازمان. فاليوم الآخر فيه أنواع النعيم الحسي والمعنوي، إلا أن نصيب المؤمن من ربه عز وجل قربا وحبا وشوقا ولقاء ونظرا وسماع كلامه وسماع سلامه أعظم نصيب، أعظم من الجنة بحذافيرها. ولو أن أهل الجنة حرموا ذلك لما كانوا في الجنة، بل الجنة في الحقيقة هي القرب من الله والنظر إلى وجهه والأنس به سبحانه وتعالى. ولذا جعل الله النظر والرضا، نظر إلى وجهه، أحب إلى أهل الجنة من كل ما في الجنة، وجعل سبحانه وتعالى أفضل من الجنة أن يحل على المؤمنين رضاه الأبدي. قال بلى أحب عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فنصيب المؤمن من الله ونعيمه بالله أعظم من نعيمه باليوم الآخر، مما يكون في الجنة أو قبل ذلك في عرصاتها، عرصات القيامة. فإن ما يعني يكون في عرصات القيامة من أنواع الفرح والسرور حين يلقى يعني يؤتى الإنسان كتابه بيمينه، حين ينجو من على الصراط، حين يرجح ميزانه، لحظات سعادة هائلة لا تتصور، كلها ضمن الفرح والسعادة التي ترجى يوم القيامة، اليوم الآخر. وأما النصيب من الله فمن ذلك النظر إليه في عرصات القيامة،
نظر الرضا والرحمة والإكرام، ينظر سبحانه وتعالى إلى عباده وينظرون إليه في عرصات القيامة في مجموع الناس، ثم ينظرون إليه في صورة غير صورته التي جاءهم فيها أول مرة. فهذا أيضا من أعظم نعيم، من أعظم أنواع نعيمهم. لكن جملة هناك نعيم في اليوم الآخر كثير، وكله يعني بالنسبة إلى النعيم بالله بقربه ومحبته يعني أقل بكثير. ذلك أن القرب من الله عز وجل أعظم نعيم من كل شيء، مع أن هناك تلازم، بمعنى لا يمكن لأحد أن يقول أنا أرجو الله أو أريد الله ولا أريد الجنة، كذب من قال ذلك. الذين يزعمون أنهم يريدون ربهم ولا يريدون الجنة لا يريدون الله، لأن الله أمرك أن تريد اليوم الآخر، لأن الله أمرك أن تريد الجنة وتطلبها، وإذا عظمها ورغب فيها وبين منزلتها فلا يسع أحدا أن يقول أنا لا أريدها. الآية ترد عليه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن زعم أنه يريد الله ولا يريد اليوم الآخر فليس متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في الحقيقة ليس مسلما. الذي يقول أنا لا أريد الجنة ولا أخاف النار ليس بمسلم. فهناك تلازم، إذا كنت تريد الله والله رغبك في الجنة، إذا قال لك، إذا قال الأب لابنه أنا قد، أو كان قال الكبير للصغير أنا قد أعددت لك هدية عظيمة جميلة، وجعل يرغبه فيها، يقول له مش عايزها، هذا أرجى بالقبول أم بالعقوبة؟ يعني ماذا يصنع هذا الذي يرغبه في الشيء ويقول له أنه شيء عظيم وكبير ويعني لا نظير له، وبعدين يقول له مش عايزه؟ هذا بلا شك كاذب لو قال له أنا أريدك أنت. إذا كنت تريده تحرص على رضاه في أن ترغب فيما رغبك. وربنا رغبنا في اليوم الآخر عشان نقوله مش عايزين، ولا نقوله مش خايفين؟ يخوفنا بالنار نقوله مش خايف من، والعياذ بالله دخلني النار، نعوذ بالله من ذلك. هذا لا يقوله مسلم. نحن ضربنا المثل، وإلا فالحقيقة أن ترغيب القرآن وترغيب السنة في الجنة والترهيب من النار أعظم بكثير من كل مثل دنيوي. فلذلك نقول أن إرادة الله وإرادة اليوم الآخر متلازمان، ولا تحصل رؤية الله واللذة به والنعيم إلا في الجنة، فلا انفصال بينهما. هذا القرب وهذا النعيم وهذه الرضا للنعيم المعنوي، والجنة وما فيها لنعيم الحسي، والله أعلى وأعلم. وقد يعني ورد نظير ذلك في قوله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فجعل إرادة الله وإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم، إرادة القرب من وسلم وأن يكون، أن يكون أزواجه في الآخرة، ويردنا الآخرة الجنة والنجاة من النار. وإن كنتن تريدن الله، فبدأ بإرادة الله، الذي يريد الله، يريد القرب منه، يريد حبه، يريد رضوانه الذي لا سخط بعده أبدا. اللهم اكتب لنا قربك وحبك ورضوانك الذي لا سخط بعده أبدا. قال وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزلت هذه الآية الكريمة
على أصح الأقوال في رجل من الأنصار كان بينه وبين الزبير خصومة على سقي الماء، وكان الأقرب إلى الماء الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير حتى إذا بلغ الماء الجدر يعني فافتح الماء أو أرسل الماء إلى جارك. أنه ما تخل يعني أول ما يوصل للجدار ما تستناش بقى أنه يعلى أول مية عشان وهو يتأخر، قالوا لا، أول ما يوصل للجدار أرسل له الماء. فلم يعجب الحكم الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتغير لون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل هذه الآية، فنفى الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موارد النزاع، في كل ما اشتجر فيه الناس، ثم لا يجد في صدره حرجا، لا يجد ضيقا مما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكد ذلك فقال: ويسلم تسليما. وإلا فنفي الإيمان. وهذا النفي للإيمان يشمل نوعين: نوعا يزول معه الإيمان بالكلية، وهذا النفاق والكفر. إذا زال الإيمان بالكلية يكون هذا الشخص منافقا النفاق الأكبر، وكافرا الكفر الأكبر. إذا رأى الإنسان أن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يلزمه، وجوز مخالفته، ورأى أنه يسعه أن يخالفه، حتى ولو قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، لكنه يرى أنه لا يلزمه حكمه، فهذا ينتفي الإيمان بالكلية. ومثل هؤلاء الذين انتفى منهم الإيمان بالكلية، سواء كانوا كفارا إذا أعلنوا ذلك أو منافقين إذا كتموا ذلك، هؤلاء الذين يأبون التحاكم إلى شرع الله، ويأبون الالتزام بالحدود التي أنزلها الله والعياذ بالله، وتراهم يسارعون في تقليد أعداء الله سبحانه وتعالى في نظم الحكم وفي أحكام القضاء، نسأل الله العافية. ومن هؤلاء من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان بينه وبين بعض المسلمين خصومة، وفي بعض الروايات كان بين بعض الأنصار وبعض اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أنه لا يأخذ الرشوة. وقال الأنصاري: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، علم أنه يأخذ الرشوة. فنزلت هذه الآية. وفي بعض الطرق رغم ضعفها، أن إسنادا هي فيها ضعف، أن عمر رضي الله أنهما تحاكما إلى عمر، فقال عمر للأنصاري الذي أبى القبول: أكذلك؟ يعني هل فحدث ذلك فعلا أنكم تحاكمتما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبيت الحكم؟ قال: أجل. قال: نعم. فقال: على رسلكما. فدخل فاخترط سيفه ثم خرج على ذلك الرجل فقتله. إلا أن إسنادها فيه ضعف، لكن لنعلم أن هذه المسألة مسألة رفض تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم كأصل لا يكون من مؤمن. أما النوع الثاني من نفي الإيمان فلو ربك لا يؤمنون، نفي الإيمان الواجب، وذلك بأن يكون المسلم معتقدا للزوم خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولزوم اتباعه، ولزوم أوامره، واجتناب نواهيه، ولكن لدنيا يصيبها يترك ذلك، ويعني يقول الباطل من أجل أن يحصل على شيء لا يستحقه. فهذا
يعني فيه نوع من نفي الإيمان ونوع من النفاق، وإن لم يصل إلى درجة الكفر الأكبر، لم يصل إليها، بل فيه خصلة من النفاق كما وصف الله في قبل هذه الآيات: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه الآية جمعت الإيمان والإسلام. قال لا فلا وربك لا يؤمنون، هذا أسلوب قسم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجمع الإيمان والإسلام في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.